الجامعه البركانيه كتعاين المدرب ديال نهضه بركان. كما كيعرف الجميع حنا دابا اظن قريب 10 ايام او اكثر مازال ما حددناش المدرب. هذا ماشي كان متعمد، ولكن راه كاين بعض المسائل اللي هي اكثر من الاراده ديالنا باش ناخذ المدرب، اللي هو غادي يكون مهم واساسي ان تبركان غادي تاخذ مدرب اللي غادي تاخذ بعين الاعتبارات بزاف ديال المسائل. ونتمنى المدرب الجديد يكون موفق ويمشي مع الطموحات اللي حنا تنصبوا فيهم لا مكتب مسير لا جماهير بركانيه. ما كاين حتى شي اسم اللي نقدر نقول لك، الا قلت لويس فرنانديز نكذب عليك، الا قلت ما كاينش لويس فرنانديز نكذب عليك. دونك انا باش نحيدوا دوك المسائل اللي كتدور في بعض الاشاعات انه هذا المدرب بركان تتفاوض معها او مدرب اخر، انا تنقول لهم ان معظم المدربين اللي طرحوا هما ما فاوضناش كاع معاهم. المدربين اللي تفاوضنا معهم ماشي غير لويس فرنانديز، ماشي تفاوضنا معهم مفاوضات، انا مشينا للشق المالي. المدربين اللي درناهم في لا ليست ديال المدرب المناسب للفريق ديالنا، ولكن كما نقول لك ما بقاتش ايام كثيره باش نحدوا المدرب.